23-17. اعتقد ان ديت نقطه الاطمئنان، نقطه الاطمئنان. 23-17 فرق 6 نقاط. خبره لاعبات الاهلي بتحسم المباراه في الوقت الصعب. قياده حمدي الصافي الفنيه، يا سلام، حوالي صد قويه، لكن لسه الكوره مع الفريق الجزائري. وادي اعداد، يا سلام يا مريم، 24-17. واقترب النادي الاهلي من تحقيق الحلم. خمسة وعشرين سبعة عشر فاز النادي الاهلي بالمباراة والبطولة العربية رقم 18 للسيدات. مبروك لادارة النادي الاهلي ومجلس ادارته والعاملين بالنادي الاهلي. مبروك للاتحاد المصري تنظيمه لهذا العرس العربي الكبير. احب اشكر زملائي في مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الدكتور فؤاد عبد السلام مايسترو الإدارة الفنية، الكابتن عادل السداوي، الكابتن نور زكي، الأستاذة هويدة مندي. وأشكر كل اللجان التي عملت بكل جد واجتهاد لإخراج هذه البطولة العظيمة بهذا المنظر القوي. أحب أشكر الجمهور العظيم النهارده اللي حضر يؤازر النادي الاهلي من جميع الانديه المصريه. انا في المدرجات كل الانديه المصريه موجوده، وخاصه البنات والسيدات النادي الاهلي المصري. طبعا النهارده نادي المعادي حضر، نادي وادي دجله حضر، نادي الزمالك حضر، نادي الشمس حضر، نادي هليوبلس حضر. كل النوادي المصريه النهارده هي اللي مالت كل المدرجات النهارده، شجعت بادب وانضباط واحترام النادي الاهلي. بنبارك للنادي الاهلي، بنبارك للمذيعه اللامعه هناء حمزه عضو اللجنه النسائيه في الاتحاد العربي التي كان لها دور كبير في اخراج هذه البطوله لبر الامان واخراجها بصوره مختلفه. بنبارك لها على فوز النادي الاهلي وعلى مريم مصطفى اللاعبه الفذة، الابن مصر الجميل اللي احسن لاعبه في افريقيا لثلاث سنوات. مباراه صعبه هنا النهارده، انا كنت بحاول انا اجيبك عشان اتكلم معاكي، لكن شايفك ان اعصابك كانت تعبانه مش قادره تتكلمي. فرصه بقى بعد ما هديت اعصابك تقولي ايه النهارده للاتحاد المصري، تقولي ايه للنادي الاهلي، تقولي ايه للاعبات الابطال الموجودين النهارده. الف الف مبروك للنادي الاهلي العظيم اللي بيمثل مصر النهارده، الف مبروك لنجاح البطوله الكبير، الف مبروك للجماهير الغفيره اللي حضرت النهارده وكانت في منتهى الادب والانضباط، ودي عاده الجماهير المصريه. فيعني النجاح من كل النواحي الحقيقه، بطوله بعد غياب حوالي 7 سنوات بتنظم، نجاح كبير جدا للاتحاد المصري، نجاح كبير جدا للاتحاد العربي. انا فرحتي النهارده لا توصف لكذا سبب، يعني فوز النادي الاهلي طبعا بالتاكيد، وتحقيقه لللقب الغالي امام فريق منافس قوي جدا محترم جدا زي الجزائر. فانا ببارك للنادي الاهلي وبقول هارد لك للجزائر، وبشكر كل الفرق العربيه اللي شاركت في البطوله 18 الانديه الابطال، وبقول ان شاء الله باذن الله يبقى بدايه النجاح للمراه العربيه في البطولات العربية وتضاهي البطولات العربية البطولات الإفريقية إن شاء الله في القريب العاجل. وبشكر الاتحاد المصري جزيل الشكر والاتحاد العربي على مجهودهم الكبير جدا جدا في إنجاح البطولة. بشكر لجنة الاحتكام واللجنة النسائية في الاتحاد العربي على دعمهم الكبير جدا للبطولة، وإن شاء الله يا رب بالتوفيق دايما. وبكرر شكري لبطلات النادي الأهلي اللي أدى المسؤولية النهاردة، مباراة صعبة جدا من المستوى الفني العالي بالنسبة لشمال الأفريقي طبعا، ممثل في الجزائر ومنتخب مصر.